كيف نصلي صلاة الشكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه ليس للشكر صلاة، وإنما شرع الله للشكر سجود الشكر، وهي سجدة مفردة مثل سجود التلاوة عند تجدد نعمة عامة أو خاصة أو اندفاع نقمة. فإنه يستحب أن يسجد للشكر بأن يخر ساجدا لله عز وجل في سجود الصلاة، ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة. هذا هو سجود الشكر. ولكن المشروع للمسلم أن يشكر الله عز وجل أيضا بغير السجود، يشكر الله بلسانه وبقلبه وبأفعاله، لأن الشكر يشمل هذه الأشياء الثلاث: الشكر باللسان، الشكر بالقلب، والشكر بالأفعال. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكل الطاعات واجبها ومستحبها، قوليها وفعليها، باطلها وظاهرها، كلها شكر لله عز وجل. نعم.